الجامعة التونسية لكرة اليد أعلنت اليوم عن مواعيد الأدوار النهائية سواء لكأس تونس وكذلك للبطولة. بالنسبة للدور النهائي لكأس تونس الذي سيجمع الترجي الرياضي التونسي بالنادي الإفريقي باش تحتضن قاعة رادس يوم السبت 1 جوان، تاريخ هذا يتزامن مع مباراة الدربي، مباراة مؤجلة لحساب الجولة الثالثة لمجموعة التتويج والتي ستجمع النادي الإفريقي بالترجي الرياضي التونسي في ملعب رادس. الجامعة التونسية لكرة اليد مصرة على هذا الموعد، وطبعا في تصريح لرئيس الجامعة وأن هذا الموعد تم اتخاذه تقريبا منذ شهرين بالتنسيق مع كل الأطراف بما فيها إدارة الحي الوطني الرياضي، وتاريخ 1 جوان كان معين منذ شهرين بالنسبة للجامعة التونسية لكرة اليد كموعد للدورة النهائية. يبقى على الجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم إيجاد موعد جديد لمباراة الدربي لكرة القدم، لأن المباراة هذه كانت معينة في مرحلة أولى يوم 28 مايو، وبطلب من النادي الإفريقي وقع تأجيلها وتأخيرها من جديد إلى 1 جوان. الهيئة المديرة والهيئة التسييرية للنادي الإفريقي التي تواصلت مع الرابطة بعد هذه الأحداث وهذه الأخبار، وأصرت على المحافظة على الموعد نهاية الأسبوع 1 جوان، ولما لا تأخيره من الساعة 5 مساء إلى الساعة 8 مساء يوم 1 جوان، أكيد موضوع للمتابعة في الأيام القادمة من أجل معرفة موعد دربي كرة القدم وكرة اليد، من سيحافظ على موعد 1 جوان ومن سيقع تأخيره بيوم ما بين دربيي كرة القدم وكرة اليد. بالنسبة للأدوار النهائية على مستوى كرة اليد للبطولة الوطنية أيضا دربي سيجمع النادي الإفريقي بالترجي الرياضي التونسي، مباراة الذهاب تكون هذا الأربعاء 22 مايو انطلاقا من الساعة 6 مساء في قاعة رادس. المجال سيكون مفتوح لجماهير النادي الإفريقي لأن النادي الإفريقي هو الذي سيستضيف في مباراة الذهاب الترجي نهائي البطولة، ثم الإياب سيكون يوم الأحد 26 مايو انطلاقا من الساعة 6 مساء، والمجال سيكون مفتوح لجماهير الترجي لأنه في هذه المباراة مباراة الإياب سيكون الترجي هو المستضيف للنادي الإفريقي في قاعة رادس. بالنسبة للمباراة الترتيبية لبطولة النخبة لكرة اليد أيضا الذهاب سيكون في قاعة سوسة نهار الأربعاء 22 مايو انطلاقا من الساعة 3 ظهرا مباراة النجم الساحلي مكان المهدية، ونهار السبت 25 مايو 4 متاع العشية في المهدية مكان المهدية يستضيف النجم الساحلي.